مساء الخير لكل مشاهدي الاو تي في بحلقه جديده من برنامج كيف منأمن مباشره على الهواء. كيف منأمن يلقي الضوء على قطاع التأمين ومشاكله واكيد بيطرح الحلول مع اصحاب الاختصاص. تأمين السيارات اليوم عم بيكون الموضوع التأميني اللي عم بيكون حوله جدل كبير من بعد التأمين الصحي بظل توجه الجراجات لاتباخض المستشفيات بالضغط على شركات التأمين لدفع الفواتير بالكاش دولار. كيف لازم تأمن سيارتك؟ وشو هي المشاكل اللي عم بتواجه هالنوع من التأمين؟ وليش لازم تأمن سيارتك؟ لأنه يمكن بحادث صغير ما تقدر ترجع تسوق سيارتك لأنه ما فيك تصلحها؟ أو كيف إذا كان الحق عليك وبدك تصلح للطرف الثاني؟ يعني ما فينا نتوقع الأضرار اللي ممكن تنتج عن حادث بسيط. الليلة ضيوفنا الأستاذ عبدو خوري، رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي ورئيس لجنة تأمين السيارات في جمعية شركات الضمان بلبنان، وأكيد مستشار البرنامج الأستاذ إلي حنا، نقيب وسطاء التأمين، بينضم لنا من عمان. مساء الخير أستاذ عبدو. مساء الخير نادر. نحن بنحييك أكيد وبنقول لك يعطيك العافية. يعني اليوم كان نهاركم طويل بالأكال بجمعية شركات الضمان، انتخابات، ونحن صرينا تكون معنا لأنه عم بيجينا كثير اتصالات حول تأمين السيارات. نحن بنذكر كل المشاهدين أنه بأسفل الشاشة عم بيقطع رقم البرنامج، أي استفسار، أي مشكلة عم تواجهكم مع شركات التأمين وخاصة بتأمين السيارات أو بغير أنواع تأمين وحابين تستفسروا عنا، أكيد نحن ناطرين اتصالاتكم على الرقم اللي عم بيمرق بأسفل الشاشة. يعني أستاذ عبدو، اليوم تأمين السيارات كمان بالواجهة، من الأساس كان في مشاكل كتير وكان عم يتخبط ليرجلج وضعه وبأي عملة لازم تندفع البوليسة وكتير أشياء يعني، والحوادث والناس مش عارفة حالها كيف كان بدها تأمن، تدفع دولار لولار لبناني. ولكن للأسف اليوم أنتوا عم بتواجهوا أيضا اللي واجهتوه مع شركات مع المستشفيات، شركات التأمين مع المستشفيات بوقت معين فرضت انه تدفع شركات التأمين الفواتير بالدولار. صحيح. واليوم عم بتواجهوا هيدا الشيء مع الجراجات. بالبداية خلينا نشوف شو مستجدات هذا الموضوع. نادر مساء الخير ولضيوفك ولبحي النقيب. اليوم تأمين السيارة بعتقد هو الوسيلة الوحيدة انك تحافظ اليوم على ارواح العالم، تنتبه انه كيف بدك تسوق، وهي توعيه وشوي تعد مثل education. يعني اليوم في روحيه التامين، انت بتعرف اذا هذا عقد موقع بين فريقين اللي هي شركه التامين. نعم. والمؤمن يتفق عليه على شروط، وهذه الشروط تطبق بين اثنين. اذا بدنا نبلش بالبوليسة اللي هي اكثر شيوعا، نعم، التامين المادي على السيارات اللي هي هلا بالواجهه اكثر شيء تتعلق بالكراجات، لأنه طرحت علي قصة الكراجات والعلاقة مع الكراجات للشركات. نعم. لأنه اليوم أي حادث بيصير في مسؤولية على المؤمن عندك، بدك أنت تصلح للفريق الثالث. هون بدي أوضح صورة كتير وبدي يكون شفاف وعادل. لو أنا بشتغل بقطاع التأمين بس. نعم. أنا مثل ما بقوله ما لازم نغطي الشوائب ولا الأخطاء. نعم. الأخطاء اللي بتصير الفريق الثالث ما له علاقة بالعقد بين المؤمن والمؤمن له، يعني بين شركة التأمين، لازم ياخذ حقوقه كاملة بغض النظر عن سعر الصرف، بغض النظر إذا كان عم تدفع الشركة دولار عم تقبض ليرة. اليوم التوجه اللي عم بيصير، نعم، شركات وعيت، مثل ما انتقلت بمرحلة الاستشفاء، بلشت بشهر 1/11/2021 عملت منتوج بالدولار الفريش، كمان صار في توصية من الجمعية انه اليوم بدكم تنقلوا قصة المادة، التغطية المادية للأضرار للدولار، تيكون. نعم. في تغطية فعالة وعم تدفعوا حقوق العالم لسببين. اول شيء انت بتعرف سيارة تتضرر بدها قطع استبدال، قطع الاستبدال بلد ما بيصنع بلبنان. نعم. عم تستوردوا، في مستوردي قطع السيارات، واليوم بدون الكابيتال كنترول، وبنرجع نعيد الحكي، وعدم دعم مصرف لبنان والتسهيل، عم تأمن فريش وبدك تحول فريش، صرنا مجبورين نحن ندفع بالفريش. بمرحلة مرقت انه كنت تقدر تدفع 8000 على 3900 حسب ما كان سعر الصرف، بس وقفت كليا، خاصة القطع المستعملة، يمكن لأنه كانوا جايبينها قبل الغلاء. صحيح. إن كان مستعمل أو جديد ما حدا بقى بيقبل انه يقبض منك إلا فريش. بقى كل كراج اليوم عم يتوجه تيصلح سيارة، عم بقول لك أول شغلة خي أمن القطع أنت، لأنه بقش فيه بمقدوره هو يأمن فريش. نعم. عم بتصير الطابة بملعب شركة التأمين،
هي عم بتروح على السوق او عندها الموظف عندها عم بيشتغل بمرحله بيعمل اتصالات تيجيب سعر للقطع وعم بيأمنه للكراج. هلا الكراج بلش بحمله جديده عم تنتقل انه اليوم انا كمان في عندي عده مواد اوليه بستعملها للسيارات، هو معه حق نعم من حق البويا من حق الورق اللي بيستعمله كله بالدولار، في عده تنر نعم. كلها كمان عم يدفع بالدولار، بس في شيء ثاني في اجار بعد اجارات بالليره نعم. بعده تليفونه بالليره، عده اشياء بعد موظفينه بعد عم يدفع لهم بالليره. اليوم في اتجاه اذا بدك توصيه ودراسه رح تصير انه الشركات تتجه يمكن يكون في حل بالتساوي لا يكون مشحف في حق حدا نعم. بس اكيد رح ننتقل للدولار لانه شركات كمان انطلقت انه اليوم يصير في دولار. بس بلش يعني وصلنا نحن شكاوى على البرنامج انه مثل بالمستشفيات في جراجات ما بتقبل تاخذ السياره لتصلحها الا ليكون عندها تاكيد من الشركه انه رح تقبض دولار. نادر ايه رح اوضح شغله، شركات التامين منا نعم. ملزمه بالتصليح ولا التعامل مع اي كراج. ما في قانون او بند بوليس التامين بيقول لك انت مجبر انك تختار كراج وتصلح. انت اليوم شركه تدفع التعويض، تدفعهم نعم. مصاري، بيصير في تقدير، بتجيبها السياره بتكلف هالقد وبتعطيه الحريه الخيار لزبون. بس مع الاسف الشعب عندنا يعني في خطا منه بيستغل الظرف الحادث نعم تيطلع منه ايام مصاري، بيعتبر شركه التامين منجب ذهب بده يصلح سيارته كامله. من هيك الشركه دائما عم تتحفظ وتنقي كراجات وتحاول لانه كمان بدها تحافظ على حالها واستمراريتها. هون العقد اللي عم بيكون بين الشركه وبين الكراج عم بيكون لازم يكون واضح، مش لازم يكون فيه اي خطا، لانه هون انت كمان شركه عم بتطلع مصاري عم بتساعد عيال، يعني الكراج يوم عم بتامن له انت استمراريه نعم. عم بتامن له مدخول ثابت، لانه اليوم شركات تامين في 1,700,000 سياره عم تتامن على الارض اللبنانيه، هيدي بتعمل دفع وانتاج، يعني عم بتشغل ان كان القطع السيارات ان كان الكراجات، يعني كل العالم عم تستفيد من الوضع. اليوم برجع بقول لك الكونترا اساس العقد، عم بيصير خطا اذا هون الشركه بالبرودكت تبعولها عم بتخي بتوضح للزبون بشفافيتها بتقول له انا امنت لك يا اخي على 8000 سعر الصرف رح ادفع لك تعويض على 8، هون بتصير عنده مشكله انه هو بده يدفع الفرق، لازم نعم. يكون وعي لها. بس اذا ما لنا موجوده صراحه وناصص عليها العقد ما لها حق شركه التامين هي تفلسف الامور على ذوقها وتدفع اعتباطية مثل ما بدها. نعم، احنا بدنا كثير عن هالمشاكل يعني عم بيواجه كثير المواطنين وخاصه اللي عندهم بواليس قديمه. رح ننتقل عند استاذ الي حنا بشكل سريع. نقيب يعني هل انتم بلشتوا تواجهوا كمان انه زبوناتكم عم بيتوجهوا لكراجات الشركات او مثلا لكراجات اللي هن بدهم يصلحوا عندها وعم بيطلعوا عم بيطلب منهم فريش دولار لانه ما بقى عم بيقبلوا منهم باي عمله ثانيه لا دولار على 8000 ولا باللبناني؟ مساء الخير نادر، مساء الخير للاستاذ كوري. مساء الخير. انا اليوم كثير مبسوط بالكلام اللي عم بيتفضل فيه الاستاذ عبده، وما بعرف قديش رح يجي عليه بكره يمكن شويه زعل من بعض الشركات، ولكن الاستاذ عبده اللي عم بيقوله هو هيدي الحقيقه. اي نعم نادر، اكيد عم نواجه انه المؤمنين وقت اللي عم بيصير معهم حادث بيتوجهوا ليأمنوا او ليصلحوا السياره بناء لتقدير بتقوم فيه شركه التامين، اكيد الجراج عم بيطلب بالعمله الفريش دولار يعني، وما عم بيقبل انه ياخذ بقى باللبناني او بالتشيك دولار بمعظم الاحيان. وهيدا الشيء عم نواجهه كل يوم، لانه بتعرف بس يكون عندك محفظه تامينيه كبيره اكيد بيكون في حوادث اكثر، واكيد نحن اليوم عم نكون حد المؤمن وبنقول له الحقيقه وبنقول له ايش لازم يعمل وبنساعده لياخذ حقوقه من شركات التامين. اللي تفضل فيه الاستاذ عبده اليوم صحيح، في بعض الشركات عم بتجرب انه تحسب حسابات شخصيه او حسابات اذا بدك نعم من حسابات قانونيه ودقيقه من المعنى التقني، وهون عم بيصير في مشاكل وعم نقدر قد ما فينا نحن بطريقتنا نحلها مع الشركات لنفسر للمؤمن شو حقوقه، وهيك ساعتها بيكون عم بياخذ كل الكومبنسيشن اللي لازم ياخذها من وراء الضرر اللي بتصير بتسببه للآلية اللي هو مأمنة بالشركة معينة. فللأسف اليوم بدنا نطلب من المواطنين يكونوا واعيين، يكون عندهم وسيط تأمين مرخص ويأمنوا بشركات تكون عندها سمعة حسنة وتكون عم بتطبق القانون بحذافيره ومش عم تستفيد من بعض الأحيان.
نفهم نحن بأول فترة وقت كان الوضع الاقتصادي فجأة تدهور والعملة تدهورت أنه يكون في بعض اللغط عند بعض الناس، ولكن نعم. اليوم بفتكر بعد سنة من أو أكثر من سنة، سنة ونص عم نعاني بهذا الموضوع. بفتكر اليوم لازم يكون المؤمن عم ياخذ حقوقه كاملة، ومثل ما قال الأستاذ عبده أهم شيء ما يكون في شيء مخالف لهذا الموضوع اللي عم نحكيه بعقد التأمين. يعني اليوم إذا بعقد التأمين في بعض الشركات نعم. عم تستفيد وعم بتحط شروط خاصة، هالشروط الخاصة كتير دقيقة وعم بتورط المؤمن. يعني منشوف كتير شروط نحن منتفاجأ فيها، ومنتفاجأ أنه المؤمن كيف قبل فيها أو الوسيط التأمين ما انتبه لها. هيدي شغلة كتير مهمة، لازم يقروا العقد وما يكون في ولا أي بند بحددهم من حقوقهم ببوليس التأمين لحتى ما يقدروا يواجهوا مشاكل بعدين. لأن أمرار بيجي لعنا نحن مؤمن بيكون عنده حادث بشركة معينة، بنجي تنحلل الحادث ومنلاقي انه لا في بند بالعقد محطوط، شركة التأمين بتكون اخذ احتياطاتها كثير منيح وبتحط شروط خاصة ممكن نعم. تخسر حقوقه للمؤمن. نعم نعم. نحن رح ناخد اتصال، من معنا اتصال من المشاهد. مساء الخير. مساء الخير. الو. ايه تفضل حضرتك على الهواء، مين معنا؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. عم بسمع انا الحلقة، عم تابع معتون. نعم. انا احد الكراجات اللي بشتغل مع شركة التأمين من اكثر من 15 سنة. نعم. لا الاشياء اللي تفضلوا فيها ضيوفك عم نعاني منها كلنا طبيعة الحال. الأزمة طولت من 2019 بلشت عنا المشاكل. نعم. بس في شغله بدي الفت له النظره، انه الشركه اللي بعد عم تدفع لنا تصليح السيارات بتشيك لبناني او تشيك دولار. لحد هذا الوقت بغض النظر كيف الدولار عم بيتغير طلوع ونزول، حتى البنوك بطلت تعطينا مصاري كاش، يعني عندنا ليميت معين، السيوله بين ايدين الكراجات خلصت. نعم. المصاريف كبرت. الموظفين مثل ما قال حضرت ضيفك انه بعده باللبناني، لا ما عادش حدا عم يقبل معنا بالمعاشات الرخيصة، كلها طلعت وإلا عم بيسافروا وعم بيفلوا، ايد العامل ضعيفة كثير صارت، المازوت سوق سوداء، ما في مازوت، ما في كهرباء، كله عم ندفع رقم عالي لنرش السيارات بالفران. نعم. والشركة رافضة تدفع كاش دولار طبيعة الحال لنقدر نغطي مصاريفنا. هلا الاستمرارية قد ايه بدها تكون؟ قد ايه قادرين نطول بهالمجال هيدا؟ وضع صار صعب كثير. بعض الشرك بالنسبه لقطع الغيار عم يحكي عليها ضيفك، كلهم بيقول لك فوتر باللبناني، اضربها ضرب سعر الصرف او اللي هي، تبعت الفواتير على الشرك يعطيك اياها بس يصير الدولار 35,000 و40,000. انه ما بتزبط هيك، بتكون خسران الفوتر انت على 20,000 على سعر الصرف اليومي. بتصير بعدين عندك المقبوضات بيكون سعر 30,000، كنت خسرت 10,000 من قيمة الفاتورة على كل دولار، زائد انه بقطع الغيار ما عادش قادرين نشتري القطع مثل ما قالوا ضيوفك، لانه بتشتري يوم القطع شيء بيعطوك اياها على اللبناني او بيطولوا ليدفعوها، تخلص المصاري بين ايديك وبعدين طب هلا حضرتك عندك جراج، بس خبرنا شو الخطوات اللي عم تاخذوها، يعني عم تتواصلوا مع شركات تأمين او بطلتوا تستقبلوا سيارات الا لتاخذوا كاش دولار؟ حكينا كثير بهذا الموضوع، مثلا البوليس حكينا كثير معهم بالتفاصيل الدقيقه وطلبنا كل مره، بيقولوا لنا عم نخسر مصاري كثير ومش قادرين نعمل شيء. نعم. وصلت فكرتك، عندك شيء بدك تضيفه؟ نحن بنتشكر اتصالك. شو تعليقك استاذ عبدو على اللي سمعته من المتصل؟ انا اكيد حاسين بالوضع مع الكراجات اللي عم بيحكي فيه، في شيء من المنطق اكيد، بس اليوم منه ملزم هو يشتغل مع الشركه اللي ما بدفع له، ما في عقد موقعه هو اياها انه انا بدي امشي هيك. مع الاسف في شركات كراجات عم تنصاع هي للشركات بدها تشتغل معها، هي مش عم بتاخذ راي. وبرجع بكرر انه اليوم الشركات قادره ما تشتغل مع اي كراج، تقدر تدفع مباشره للمؤمن او الفريق الثالث، بتروح على تخمين للسياره بتقول له تفضل هيدي مصرياتك وروح صلح مطرح ما بدك، يمكن هي توصل بالمرحله الاخيره. يعني اليوم اذا معه حق بشغله، اليوم عم بيعانوا
الشيكات اللي عم بيقبضوها المصرف ايش عم بيصرف لهم اياها، بس هي مش شركة التأمين هي فرضتها. نحن كمان عم نقبض شيكات باللولار او تقبض تحويل بالفريش دولار، ما عندك بالشركة انت تحمل سيولة تعطي سيولة، بدك كثير تحول. كرجات كمان بنقول لهم افتحوا حسابات، ما بدهم يفتحوا حسابات، كمان ما بدك تتعاون تنقي مخرج للحلول، بتقول له اذا بدك تحول له. بس هلا المصارف ما عم تدفع حسابات، يعني لا عم تفتح حسابات. اليوم في حسابات بالفريش بيفتحوا لك. نعم. وبعدين في كلنا بنعرف اليوم السوق والوجهه اللي موجوده، شيكات عم تنباع ببرسنتج معين، الشركه اليوم اللي عم تعمل شيك باللولار ما عم تعمله مقابل الدولار القيمه الفعليه، بالعكس عم بيكون مرتين وثلاثه، عم نتفق على سعر على القطعه، يمكن اذا كنا بالزمان ندفعها 40 عم يدفعوها اليوم 100 120، بس هيدي عم بتروح مع الوقت. كانت بعدها قصه البوالس الاون جوينج اللي هي بمرحله ساريه المفعول. نعم. مقبوضه كانت دولار او كانت باللبناني، بدي ارجع شوي للماضي وقتها صارت ب 3900 سعر الصرف. نعم. اتخذ قرار لشركات التامين ينتقلوا على الليره، وصارت البوليس التامين ضد الغير بالليره اللبناني. نعم. من هيك قلنا له نحن وبالاساس القانون لحمايه المستهلك والماليه بتمنع اي واحد ما يسعر بالليره، بدي رد عليه جواب انه ليش بنطلب بالليره، بس مش نحن على ذوقنا انه بنقول له طلعها بالليره او بنفرض عليه. وساعه النهار اللي بيقبض شو سعر الصرف يدفعوا له، بس ما بيقدر هو يلوم كل الشركات، الشركه اللي عم بيشتغل معه يوقف اذا ما عم بتناسبه او ما عم بتلبيه بالاصول. نعم. في شركات عم تحترم حالها وعم تدفع وعم تنتبه، وهي اللي عم تربح الزبون وهي اللي عم بيكون السمعه الجيده. بس مع الكراج اليوم بالعكس نحن بدنا نتعاون معه، بس هو اذا بدك خبزه اليومي من شركات تامين. نعم. استاذ الي نقيب، برايك يعني قريبا هلا مبدئيا توجهت الكثير من الشركات انه كمان بوالس السيارات وخاصه الاور ريسك تغطيه كل المخاطر انه تكون بالدولار، ولكن بعد في شركات عم تقبض على 8000، ولكن عم بتزيد اكيد سعر البوليصه تقريبا عم بيكون بيساوي يعني اذا كان عم يدفع الزبون بالدولار. انت كوسيط تامين شو نصيحتك للمشاهدين وباي عمله لازم يامنوا؟ نادر من اول نهار عم ننادي نحن من انه للمؤمنين ينتبهوا اليوم باي عمله دفعوها لازم يدفعوا ويتمنوا السياره بتثمينها الحقيقي. يعني اليوم اذا سيارتهم حقها 10000 دولار فريش فين يحطوها يقولوا والله حقها اليوم اذا بدهم 250 مليون ليره ويطلعوا البوليس باللبنان ويدفعوا باللبناني وبيكون حديثهم مامن. ولكن اذا بدنا نجي نحكي شو ما دفعوا اي عمله دفعوها كانهم عم يدفعوا فريش، يا بيدفعوا باللبناني يا بيدفعوا بالتشيك دولار يا بيدفعوا بالدولار. اهم شيء يكون واضح بعقد التامين انه شو ما صار حادث يكون الحادث مغطى 100% وفقا لشروط العقد. نعم. هيدا اللي بدنا يعني شو ما العمله اللي دفعوها مش هيدا هو الموضوع، فيهم يدفعوا باللبناني ويكونوا عم يدفعوا حق بوليستهم بدل ما يدفعوا 1000 دولار بيدفعوا 20 مليون ليره بيكون حديثهم مغطى. هو اذا بدك تطلع فيها هي اهم شيء يتمنوا سعر السياره اللي عامل اوريف، يتمن سعر السياره تثمين حقيقي. نعم. اللي هو حسب سعر الصرف السوق لحتى ما يكون عم في حال صار حادث يطبقوا دغري عليها بتصير تروح. نعم. توتال لوس السياره وهون بصير في مشكل. الشيء اللي بدي اقول له اياه للاستاذ عبده واللي قاله انه المواطن بتمن الحادث او سيارته وبيرجع بيصلح مطرح ما بده، للاسف استاذ عبده في بعض الشركات بيجي بتكون التثمين حقيقي بجراج او اثنين او ثلاثه تنقول رقم محدد تنقول 1000 دولار فريش، بتجي شركه التامين بتقول لك انا بدفع لك 200 دولار بصلحها. نعم. هون بهالحاله انا بقول لهم لكل المؤمنين ما يصلحوا سيارتهم ياخذوا السياره يعطوها لشركه التامين وياخذوا منهم شرط وتعهد انه بيصلحوا له السياره وبرجعوا له اياها مثل ما كانت، وبيكون هو ما بيستلم السياره قبل ما يوافق على التصليح حتى. نعم. ما يصير في. نعم. اي خرق، لانه اليوم في بعض الشركات كمان عم تستعمل اساليب وحسابات بصراحه ما بتركب بالعقل. يعني اليوم انا في عندي حاله ما بدي اذكر اسم الشركه لانه كل الشركات اصدقائنا، بعدين بيجي وقت يمكن ما نضطر نذكرهم كلهم، ولكن حادث مكلف تقريبا حوالي 2000 دولار فريش، شركه التامين بدها تعطي المتضرر 4000 دولار تشيك، يعني كانها عم تعطيه
نص القيمه الحقيقيه اللي بدها تعطيها او ربع القيمه الحقيقيه. ربع نعم ربع القيمه الحقيقيه بيعطوه. عم بيجينا اصلا يعني كثير شكاوى عن هذا الموضوع، رح نحكي فيه الاستاذ الي. نعم حتى 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 نتخطى هيدي الشغله، اي حادث بيصير على المؤمن قبل ما يصلح سيارته ما يستعجل ويصلح سيارته ويقول انا مضطر نحن اصلا نعم يزركوه لحتى يصلح سيارته بعدين بيصير المشكلة. لا بيصلح بدنا ناخذ بس في اتصال عم بيحكينا مع علي بده يحكينا ضروري فضل. خلينا ناخذ الاتصال ونرجع منعلق على كلام استاذ الي. نعم تفضل. الو بونسوار. اهلا تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. لك حبيبي انا معي تاكسي. نعم. فرحت لحتى أمن فكتير غالية ومتعرف شوفير التاكسي بهالأيام. بس بتأمن شو نوع التأمين؟ ايه تبع الأضرار. هديك أمنت لعملت مكانيك هديك. نعم. بعدها بالليفر اللبناني بعدها باللبناني. بس عملت أول ريسك ولا ضد الغير؟ لا عملت، أنا عملت هاي الإلزامي. ايه أوكي تفضل، شو سؤالك على السريع مو المعروف؟ ايه بس بالنسبة للإلزامي لو بأنه بيعملونا شي ليميت صغير ويكون الدولار مثلا على 3900 أو كذا، ما بيزبط الشيء هذا؟ هلا رح نحكي عن الإلزامي وشو مصيره تفضل تبعنا، بس شو تعليقك على النقيب؟ خليني جاوب كمان. تفضل. اللي قاله المتصل. نعم. اللي قاله هو في شقين وإن شاء الله بنخلص منها قريبا، إنه توحيد البوليسة ببوليسة واحدة اللي هي تشمل الأضرار المادي والإلزامة اللي هي أوريدي إنه موجود القانون، بس ناطرين مراسيم تطبيقية وصايرة على نار حامية. بس نذكر المشاهدين إنه بتصير كمان ضد الغير اللي هي الحديد كمان بتكون إلزامية مثل البوليسة. هي أوريدي القانون. نعم. موجود بس إنه بعد ما تطبق مراسيم تطبيقية وتنفيذها. نعم. وبدها تشريع، بس وقت طعن بالتأمين الإلزامي بال17 مجلس الشورى الدولي كمان توقفت، لأنه بدها تصير هلا تروح لمرسوم بمجلس الوزراء، وأنت بتعرف الوزارات اللي مرقت ساعة عم بتصرف أعمال، ساعة مش موجودة، ساعة وكان النكد اللي كان موجود بيناتهم تاركين الشعب يتخبط. هلا بالنسبة لصاحب سيارة الإجرة، نعم أكيد الإلزامي عم بيجبر لأنه بده يدفع ميكانيك. في لها تسعيرة باللبناني حطتها، يعني حطينا مثل مينيموم حد أدنى وعم بيلتزموا فيه الشركات. الأضرار المادي أنا بعرف وجعه يعني، والقدرة الشرائية مش هيقدر يدفع التأمين، بس اليوم التأمين قدي صارت إذا كان عم ينطلب للمشاهدين قدي صارت عم ينطلب 600,000 و800,000 ومليون يمكن. نعم. يعني $40 و$50 على سعر السوق السوداء اللي هو 22 و23. نعم. بس هذا حق إنه يعني إذا بتطلع بتقسمها بدك تغطي، لأنه فعليا الجواب الغلط اللي تصرف تحدث فيه إنه يدافعوني على 3900، ما 3900 إذا صار في حادث يرجع يقولوا له شرف ادفع أنت الفرق من جيبتك للمتضرر. يعني بده يأمن صح تيكون مرتاح وما يرتد عليه أي إنسان. نعم. النقيب بدي أعلق على موضوع النقيب. نعم. معه حق باللي حكيه، بس شركات التأمين مش لهالدرجة إنه مش عم تلتزم. اليوم الأول ريسك اللي عم بحكي عنه جميع الأخطار مزبوط، لازم تتقدر السيارة مزبوطة بالحالة الحاضرة حاليا حسب السوق، عنده خيار شو يدفع شو ما كانت العملة. نعم. رح تتسعر دايما بالدولار، انتقلت للفريش، قطعنا كل المراحل السابقة، اليوم الخيار هو خيار دفع. عم بيجي انه لأنه العالم كله مع نادر، انت بتعرف مصرياتها محجوزة بالبنوك، عم تفضل انه تدفع لك شيك دولار لأنه أنت بتقدر تحطه بحسابك، بس الشيك الدولار عم بيكون عم بيتاخد على سعر 4 مرات السيارة تتكون عم بتغطي مزبوط. يعني اليوم أنت بتكون حقه $5,000 بالفريش، عم تعمل له بوليسة ب$20,000 بالدولار، تتعطيه إذا صار حادث هلاك كلي تعطيه ال$20,000 شيك هيدا الفرق تيروح يقدر يشتري سيارة. بينما إذا دفع لك على $5,000 فريش وقبض بريم فريش صار عليك كل اللي بياخد من شركة التأمين $5,000 فريش، زاد شيء بالليرة اللبناني $500 إذا حق القسط بده يدفع على نهار الدفع شو سعر السوق السوداء 22-23 بده يندفع له حقه بالكامل بالأضرار الجزئية. بس بحالة واحدة برجع بكرر، لهلاك الكل بيقبض بالليرة اللبناني شو حق سيارته بيضربوا له 22، كيف عم تدفع القسط تسترد انت بالاستهلاك. هذا اذا كان طالع الدولار تضربوا لي ب 22، طب اذا نزل الدولار كيف لا انت عم بتسعر على. نعم. سعر عم تتفق على
اذا بدك يعني اجريد فاليو سعر السوق. اي عم تتفق انت على اجريد فاليو، بس نهار بصير الحادث بتكون انت فيك تحط سعر الصرف اللي اخذت فيه وتتفق عليه بالبوليصه. اليوم فيك تذكره اذا بدك، بس الليره ما حدا عم يشتغل فيها بقى. اول شيء الليره ما فيه، البنوك اليوم بتعطيك 4 ملايين وما في. نعم. مش عم تعطيك يعني مش موجوده. يعني اكثر الاتجاه فريش بقول لك 70% صاير التوجه تبع العالم مقتنع كليا انه انا بدي تغطي صحيحه وبدي ريح راسي بدي ادفع فريش دولار، والشركات صارت مقتنعه. الخيار الثاني اللي هو عم بيكون قليل شيك دولار، اللبناني مستبعد كليا. نعم. مع الاسف الدولارت التعامل بالسوق بالبزنس للأسف بكل المجالات. نحن رح نتوقف مشاهدينا مع فاصل إعلاني، وأكيد من بعدها بنرجع نتابع كيف منأمن مباشرة عبر شاشة الأو تي في. منتابع كيف منأمن مباشرة عبر شاشة الأو تي في، وضيفنا رئيس مؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي الأستاذ عبدو خوري، وأيضا مستشار البرنامج نقيب وسطاء التأمين الأستاذ إلي حنا. يعني قبل البريك كنا عم نحكي إنه مبدئيا السيارات رح تصير، وخاصة الريسك صارت يعني بالدولار، في بعض الشركات بعدها عم تقبض دولار ولكن كتير قليل وعم بتزيد أكيد البريم. بس قبل ما نفوت بالموضوع الثاني بين هلالين اللولار مش الدولار، ايه اللولار عم بتكون لانه نعم. قيمه الشيك عم تنزل، احنا كلنا بنعرف قيمته، بس لتغطي حالك مزبوط عم تقبل الشيك انت تقبضه، بينما اذا عم تدفع بس كاش تغطي عم بتكون تغطي مثل كانك دفعت فريش. نعم. بس الفريش اليوم في استفاده انه الاسعار نزلت 30%. نعم. ما بقيت مثل السابق حتى على السيارات بالتوريسك، يعني كل شخص بده يدفع فريش دولار بوليستو بينزل 30% تقريبا من سعر البوليسة. نزلت الأسعار يعني هذا. نعم. برودوي معلب بيقولوا له. نعم. جاهز الأسعار إذا بدك إلى فترة 6 أشهر. طب بشكل كتير سريع يعني بخبرتك، يعني بعدنا كنا عم نقول ما في سيولة باللبناني، هل المؤمنين عم بيكون عندهم سيولة بالفريش دولار؟ يعني هل عم تواجهوا مشاكل؟ لكن احنا لا، بالعكس عم نتفاجأ. نعم. أنه في فريش، لأنه أكيد أول شيء في طبقة مع فريش يمكن، ووقتها صارت الكريزة الاقتصادية يمكن جمعت ببيوتها، وكلنا عارفين انه في. نعم. رأس مال لا يستهان به بالبيوت بين العالم. ما تنسى اليوم المغترب اللي برا اللي عم بيدعم عائلته اللي هون. نعم. بلبنان بقى السيارة اذا كان قسطها 400 و500 كيف لكان اللي عم بيدفع استشفى 3000 و4000. نعم. واللي صارت 100% فريش، لانه بتفوت على المستشفى اذا ما انك دافع فريش بده يدفعوك من جيبتك، يعني يا بتموت للأسف. وكلنا عم نشوفها لأنه ما في ضمان اجتماعي، ما في أي مؤسسة بتقدر تساعد هالمؤمن، لا دولة لا تعاونيات الجيش لا ما في. نعم. يعني بالعكس حتى القطاع العام عم بيفتش صار على شركات تأمين، عملوا لي فرق أصلاً عم بيجينا كتير اتصالات زيادة يعني تحمي حالي بناس كبار بالعمر عم بيفتشوا على تأمين صحي يقدروا يفوتوا بشركات التأمين وبصناديق التعاضد. نحن معنا اتصال. ألو. الو. بس بليز اذا بتوطي صوت التي في. الو. رح نرجع بالاتصال على ريجي، بركي بيمشي الحال وبنرجع ناخذ الاتصال. رح خلينا نحكي شوي عن عدد الحوادث، قد ايه عم بصير سرقات، الوضع بتعرف هلا الوضع بلبنان يعني كل ما زاد الطبقة الفقيرة زادت وكل ما زاد الوضع بالبلد فقراً أكيد بيزيد السرقات، هل هناك صار عدد بالحوادث السرقات ولا بعدها زاد الفريكونسي مثل قبل؟ لا، إذا بدك التكرار الحوادث نسميها فريكونسي، بالأضرار خفت نزلت 30%، من هيك اندرست الأسعار فنياً كحوادث سير. نعم. إصابات الأضرار تبع السيارات لعدة والفاكتور أو عدة إشياء عوامل رئيسية. نعم. بين هجرة الشباب اللي كانت تتجول كتير على الطرقات. نعم. غلى المحروقات اللي صارت 500,000 صاروا ينتبهوا لأن حد صار بيوجه. إيه لا، حتى اللي كان اليوم يأخذ عائلته كل أحد أو كل سبت بده يطلع بنزهة أو يطلع على فرعية أو يروح على شمال صار بده يحسب حساب الأكل والبنزين. نعم. بس مع الأسف عدم صيانة الطرقات والجوه اللي عم بتكون والصرخه اللي طالعه واللي عم بتلاقي وعدم صيانه السيارات كمان وهيدي ولانه كمان ما في رقابه وما في انت بتعرف مع الاسف ما في شيء ماشي للاسف. بس كمان المصيبه انه على هالشعب اللي عم بتلاقي سيارات واقفه ورا بعض عم تغير دواليب وهيدي. نعم. المشكله انه بدها تنتفع بالفريش وهيدي ما فيها تغطيه بالتامين،
يعني أول استثناء حاطينه إذا بتنزل بجورة ما سببت أضرار ميكانيكية أو حادث ما بيعترفوا لك بغيار الدولاب. والدولة هون وينية؟ وين وزارة الأشغال؟ إنه جور مش طبيعية ولا البلديات، حرام على الشعب للأسف. رح نرجع للاتصال. ألو ألو، مساء الخير. ألو، إيه مساء الخير، تفضلي. بونسوار. بونسوار استاذ نادر، اول شيء بونسوار لحضرتك ولضيوفك. نعم تفضلي. انا عندي مشكله غير شوي عن هودول. انا انسرقت سيارتي. نعم. انا عامله تأمين كنت بشهر 1 2021. نعم. بعد ما كانت هالخلبطه كلها بالاشرافات، وقتها تخيرنا بين انه ندفع دولار او لبناني. نعم. عم ندفع تونسك. طبعا بهداك الوقت بشهر 1 بتروح على لبناني. خلصت بوليست بشهر 3 كنت دافع حقها كلها. على 1005 عم نحكي، ما هيك؟ على 1005 صح. اي نعم، تفضلي. بعدين صار في تعديلات بالأسيرانس وبكل شيء، ما تبلغنا شيء، أنا ما تبلغت. نعم. بشهر 1/22 قبل ما تخلص الأسيرانس تبعيتي تقريبا بجمعة، سرقت سيارتي للصدق. يعني رح أحكي بشقين، ما رح أحكي بقى على الشق المعنوي بس بشكل كتير سريع. نعم تفضلي. بعدين تعذب بشيء اسمه أسيرانس. نعم. بهذا الوضع سيارة بأم وبي هيك تنسرق، يعني كانت شوك قوية لإلي. نعم تفضلي، شو المشكلة؟ تعذب بس تعذب بالأسيرانس، إنه الأسيرانس أنا عامل توليك. نعم. رحنا على الأسيرانس طلع إنه أنا دافع لبناني. بعد أخذوا رد كتير لحديث هلأ بدو يدفع لي الأسيرانس، سيارتي مكملة 28,000 دولار، بدو يدفع لي الأسيرانس 65% من حقها، بيعتبرها راح تكسر، وبلاس بدي أخده تشيك. نعم. يعني هيدا الموضوع لقلت بهالوقت الحالي كتير صعيب، لأن أنا بدي سيارة ما بدي تشيك، تشيك وين بدي أصرفه أنا؟ نعم. اتخربطت كل حياتي بهالموضوع، لان لروح على شغلي بطل معي سياره اروح على شغلي، وانا شغلي بعيد عن بيتي. نعم وصلت فكرتي. كنت بتاهت كثير. نعم. نحن رح نتابع الكيس معك، بليز توصلي معنا على رقم البرنامج الواتساب اللي اكيد بيمرق خلال الاعلانات على شاشه الاو تي في، وبعثي لنا بليز اذا بتريدي صوره البوليسه، وانا رح اتواصل معك ونشوف مع اي شركه بركي بنقدر نحل لك الموضوع. استاذ عبدو، شو تعليقك على الموضوع؟ نادر، في أول شغلة اللي عم بتقوله إنه ما حدا بلغت تعديل البوليسة، هيدي في ما بعرف هي بواسط مين مأمنة، إن كانت بواسط بنك، بواسط وسيط تأمين، ولا مباشر مع الشركة. نعم. شركات تأمين أنا كنت مسؤول عن الدور الأساسي، عملنا دعاية وتوعية، مؤسسة الوطنية بانويات على الطرقات. نعم. أمن صح تتحاشى تطبيق القاعدة النسبية. نعم. بس مش كل المواطنين يعني بيعرفوا شو هي القاعدة النسبية. القاعدة النسبية انك انت اليوم في بلا ما حدا منه متعلم. لا بس نادر بروبورسيونيل، انه اليوم يعني اليوم انت عم بتقول هي ما حدا بلغها، يمكن بس اليوم المرحلة اللي عم تحكيها كمان انه ال 21 22 كان انتقلت، انه بأمنوها مزبوط بعتقد، منا مأمنة غلط، بس هي مشكلتها انه بدها تقبض شيك، ليش ما بيعطوها نقدي؟ أول شيء ما بيعطوها 65% غير موجود. ما بحق السرقة في تطبيق تحمل 10% واضحة البوليسة شو حق السيارة اللي موجودة نهار اللي انسرقت، يعني أقل شيء إذا بيعطوها تشيك يعطوها إيه بأقل بس 10% مش 65%. 65% تطبق ساعة في حادث هلاك كل مضررة السيارة بتصير، ما هي إذا اعتبروا لها إياها توتال لوس تصليح. نعم. هلاك كلي. السرقة ما بيقدروا يعملوها بالحسابات، بس بركي عاملين مفاوضات بين بعض. لا هن هون عرضوا عليها بس ما لهم حق. نعم. اليوم السرقة واضحة، سعر السيارة نهار تاريخ السرقة شو سعرها بالسوق، بيدفعوا لها 90% من حقها، في 10% واضحة. الشيك اليوم هو منه غلط انه يندفع، لانه الشركات
ما عم بتخزن نقدي، ما هي عم تقبض شيكات. بس اذا هي ما عندها حساب دولار بتقدر تحط. بدها نادر اليوم في عندها خيا عندها بيا ما عم نعاني منها هالمشكله، بس في ناس ما عندها شيك. طيب بس ما فينا نأمن نقدي. طيب كيف بدي أأمن لها؟ بس في ناس ما عندها يعني. اذا دفعت لي شيك دولار بأمن لها اياه فريش، ساعتها بدي يصير هون اذا بدي انا ساعد المواطن بدي يصير بيقبل مني انه احسب له اليوم مثل ما عم بينباع بالسوق 15% قيمه الدولار، يعني ال 20,000 حقهم 3,000 دولار، تقبل هي تاخذهم فريش؟ يعني الشركات اليوم هي بدها تتعاون مع زبون وتعرض عليه وتاخذ وتعطي، بس الشيك اليوم بلاقيه انسب له لانه الشيك عم بينصرف على 8,000 بالبنوك. انت بتعرف القرار 161 مصرف لبنان نعم سمح انه اليوم الشيك الدولار فيك تقبضه على مراحل ب 8,000 نعم، يعني هذا بيساعد انه اذا كان تمام باللبناني كمان طلعت قيمتها نعم. وانا مستعد مثل ما قلت بنتابع الكيس مع اي شركه. بس بنطلب من المشاهدين انه مرق رقم الواتساب على باسفل الشاشه، بس بليز ما تتصلوا فينا على الواتساب، اتصلوا فينا على 01 اذا بتريدوا. رح ننتقل عند استاذ نقيب الي حنا. نقيب نصيحتك يعني في ناس مثل ما بنعرف ما يعني كثير بتنتبه لل حضرتك دائما بتركز انه لازم يكون في وسيط، ما بتنتبه للعقد التامين مثل ما نزل اعلانات كمان على الطرقات، يمكن ما في ناس ما تفهمها يعني او ما تقراها او ما تنتبه لها. شو الطريقه ليقدر المواطن غير انه يكون في وسيط اكيد شاطر، هو كيف لازم يحمي حاله؟ اول شيء اذا كان عنده وسيط مرخص وعنده اكسبيرينس اكيد بيقدر يساعدك كثير. وكان يعني وقت اللي عم تقول للمدام انه باول 21 انا بحكي عن حالي بالشركه اللي انا مسؤول عنها، من ال 21 انا بطلت اخذ ولا شيء بالليره اللبناني مثلا. بتعطيك اكزامبل، وكل مواطن كان بده يامن بالليره اللبناني كنت اخذ يمكن بدل ما اخذ ساعه لحتى افسر له اخذ نهار ونهارين لاقنعه واقول له اذا بدك تامن باللبناني انت بخطر. فهيدا اول موضوع. ثاني موضوع على المؤمن انه يقرا البوليصه نعم. هلا صار في وقت بده يقرا كل بنت فيها، لانه في بنود عم تنحط للاسف. وهون بنطلب من هيئه الرقابه، بنوجه له التحيه لرئيس لجنه الرقابه حاليا الاستاذ الي معلوف، هو بالمبدا عم بيكون واعي لكل القصص اللي ممكن نعم. تسبب مشاكل مع المؤمنين، لانه بالنتيجه في دور اساسي عند بهيئه الرقابه هي تحمي المؤمنين، حمايه المستهلك. انا بالنسبه لي بقول انه اذا كنت مامن صح، مثل ما كنا على طول بنقول نحن اسم البرنامج كيف بنامن، نعمل لهيدا القصه لحتى نقدر نخفف مشاكل عند المواطنين فما يتعرضوا لمشاكل وقت وقوع نعم. الحادث. بالنتيجه وقت مؤمن بامن حتى وقت يصير عنده مشكل ما يرجع يتبهدل او يرجع نعم. ما انه قدر. نقيب رح ناخذ اتصال كمان قبل ما نختم لانه رح نوصل لنهايه البرنامج. الو 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 مساء الخير. مساء النور. تفضلي. عندي سؤال كرمال تأمين الاستشفاء. هلا طبعا هلا بعد أزمة الضمان والوضع بالبلد كثير عالم عم بتجرب تأمن، خاصة نعم. الأشخاص شوي كبار بالعمر. فانصدمنا إنه دقيت لكذا شركة تأمين كلهم بيقولوا لي أوفر إيج. ما فهمت أنا إذا حدا شوي كبير بالعمر ما بيتأمن أو إذا عنده أمراض أو صار عنده مشكلة. نعم. في رول يعني بهذا الموضوع. ايه اكيد اكيد هلا رح نشرحها بشكل كثير سريع. بنتشكر اتصالك. اوكي ميرسي. شكرا. استاذ عبدو بس اذا بنشرح لانه نحن عم بيجينا كثير اتصالات وخاصه من ناس كبار بالعمر، بس لنشرح للمواطنين ليش دائما في ليمت ليدخل شخص على برامج تامينيه وهيك بشكل كثير سريع. ديك مع الاسف انه عم ناخذ دور نحن محل الدوله كشركات تامين. نعم. اليوم الدوله للطبابه لكل العالم هي لازم تامنه. ما نكون نحن موجودين، نحن بوقت الحرب اخذنا هذا الدور وكفينا فيه وعم نأمن، واليوم صار دورنا فعال اكثر بالظروف الموجوده. نعم. بس في اعاده تامين عقود عم تتوقع برا بيحدد لك سقف العمر مش منا نحن. نعم. ونحن علينا الرقابه بتراقب انه اذا واحد مبلش معك ممنوع توقف معه، بدك تكفي للاخر. بس اليوم بسبب توقيف الضمان واي مؤسسات تانية عم ينتقل هالختيار وهالفوق العمر يفتش على شركة التأمين. شركة التأمين الهجرة الشباب اليوم اللي كانوا هن اذا بدك اللي بصحة جيدة نعم. عم بتفل عم تعمل بالانس عم بيصير باقي مين صار في سيلكشن نعم. عم بيبقى الختيار والمريض نعم. ونحن كلنا بنعرف الله يبعد الضربات كل ما بيكبر العمر الواحد نعم. معرض صار لامراض.
اليوم إذا بدهم ياخذوا شخص عم بيلاقوا هن مخرج لإلها، بيجي البي والأم تكون العائلة كلها أنا موجود عائلتي بقدر ضم بي وأمي، بس عم بيحطوا شوي إنه لازم يكون يعمل فحص طبي، لازم يكون في مثل بس مش كل الشركات نعم. فترة مراقبة نعم. لأنه في أمراض مزمنة موجودة، يعني في شخص يمكن عنده عم يتعالج بالسكري عم بيعمل جلسات دياليز عم بيكون عنده سرطان، ما فيها شركة التأمين تيجي تكفي بشخص ما كان عنده وتاخده وتدفع عنه، وإذا استثنت له بيقولوا هاي الشركة ما عم تدفع. من هيك الدولة لازم ترجع تفكر بقانون ضمان الشيخوخة ويرجعوا نعم. يفعلوا الضمان الاجتماعي نعم. لأنه الضمان اليوم دوره ما في شيء، أنجأ 5% عم يغطي المستشفيات، شركات التأمين عم تلعب هذا الدور مع الأسف. يعني نحن كنا بنتمنى ناخذ كل الشعب بدون أي استثناء، بس في شروط تفرض علينا وظروف كمان، لأنه مثل ما قلت لك إعادة التأمين بتحدد لك، وفي بعض الأشياء اليوم عم بتصير صناديق التعاضد عم بتكون شوي يمكن بعدين مفهوم التأمين هو لازم يكون الواحد واعي، يعني من هو وصغير انه يأمن على حاله كرمال بس يوصل للمرحلة الخطر مثل ما عم نقول انه يقدر يستفيد منه كمان، هذا هو المفهوم. يعني ما فينا نحن بس ننضرب صحيح يعني صحيح. نروح نأمن بس بوضع يمكن اذا فهمته انا مظبوط، هي كانت متكلة على الضمان نعم. الاجتماعي كثير عندنا ناس عم الضمان كان نعم. بيلعب دور اساسي، هو الرئيسي اللي عنده الحجم الاكبر من التأمينات، بس اليوم بصدد هن لانه العالم عم بتحس عم بيجيبوا موافقة من الضمان نعم. الفاتورة بتطلع مليونين بدفعون قدهم بينما كان يدفع 10%، من هيك عم بينتقلوا لقطاع تاني خاص يقدر يحمي حالهم. القطاع الخاص عم بيكون عنده ريستريكشن، عم بيكون عنده قانونه، عم بيكون عنده هو للأسف. شروطه نعم. للأسف عم بيطبقها. هون ما في يقول واحد انه رفضت شركة التأمين او قبلت، بس عم بيضل في كل العالم عم تساعد بعضها نعم. في وزارة نعم. الصحة عم تلعب دور، الان جي او، صناديق التعاضد، كلها عم تضل في إلى مخارج. رح ننتقل عند استاذ إلي بشكل كتير سريع، كلمة أخيرة لأن وصلنا لنهاية البرنامج، هل في شيء تضيفه على هذا الموضوع خاصة على يعني المشاهدين اللي كتير عم بيتصلوا بشكل كتير كبير ومثل الكبار بالعمر اللي عم بيفتشوا على تأمين صحي من بعد غياب الدولة؟ بالنسبة للموضوع الكبار بالعمر هيدا شيء استثنائي ومنا يعني منا هلا بقدرين نحن مثل ما قال نقدر نلاقي حلول، هيدي الدولة اللبنانية تلاقي حلول. ولكن انا بحب اقول شيء قبل ما نترك او نخلص حلقتنا اليوم، هي اول شيء ما نطلب من المواطنين انه ما يتطلعوا على شيء رخص، ما يتطلعوا على انه انا عم بأمن هيدا عطاني بسعر البوليسة بارخص او باللبناني وانا بحمي حالي بهي الطريقة، لانه اليوم اذا بأمن غلط حتى لو دفع باللبناني حتى لو دفع بالدولار او لو بالكاش دولار معناتها ما رح يقدر ياخذ نتيجه وبيكون ساعتها هو بخطر. هيدا اللي بنقوله للمواطنين، ما يطلع على الرخص ويكون عندهم على طول وسيط تامين مرخص ليتابع لهم مشاكلهم. ونحن مستعدين كمان مثل ما انت بتعرف مثل ما على طول بتقول اي شيء بدهم استشاره نحن فيهم يتواصلوا معنا على البرنامج ونحن مستعدين نوقف حدهم ونساعدهم ونقول لهم شو لازم يعملوا حتى يتجنبوا المشاكل من بعد ما يعملوا بوليس التأمين. يعني للأسف نائب نحن بالبرنامج أول شيء بدي أتشكرك، نحن بالبرنامج دائما كنا نقول إنه رح يوصل وقت رح يصير التأمين والطبابة هي للطبقة الغنية والطبقة الوسطى اللي عم تصير معدومة، والطبقة المعدومة هن رح يصيروا خارج التغطيات وخارج الحمايات يعني ضمن التأمين وأيضا ضمن الدولة. بشكل كتير سريع لأنه رح نختم، كارلون يعني قروض السيارات في بوالس مشتريين الزباين من 4 و5 سنين وهيدي مش ذنبهم وهن دافعين حقهم مسبقا. يمكن الحالة اللي شرحتها المدام يمكن كانت قرض على السيارة اخذتهم من بنك نعم. بس ضروري ضروري جدا ونحن عم نبلغ خاصة القروض لأنه هيدي بوليسة مدفوعة لكل المدة تبع القرض، يعني ما فنك قبضها أنت على مراحل سنوية وعم تجددها، يعني قبضها على قيمة سابقة قديمة وفيها شروط قاسية تدني على البوليسة. يعني إذا اليوم ما اتجه المواطن اللي عنده بعد تغطية لسنة 25 نعم. والـ26 لأنه تعرف اليوم تسهيلات البنوك كانت تعطي قروض على السيارات 5 سنين وست سنين، ضروري ضروري جدا. ونحن عم نبلغ كل الوسطاء التأمين عم يشتغلوا معنا والبنوك مباشرة يعدلوا بوليسهم تما يقعوا بمشكلة عدم إيفائهم للدين. البنك مش فرقاني معه مع احترامي لإله لأنه مدينه باللولار وعم بيسدد له إياه على 1005 بالليرة نعم. بس بالآخر ما رح يطلع له تعويض شيء للمواطن يقدر يطلع سيارته، بكون وفي سنتين ثلاثة
وإجا نهار اللي صار عنده حادث قيمة سيارته معدلة، طلع هو طلع كبش المحرقة. لكن أنا بطلب من البنوكي توجيه كلمة للبنوكي، هن دورهم الأساسي لأنه عم يقبضوا من المواطن، يبلغوه يقولوا له بدنا نعدل لك بوليسة التأمين. خاصة البنوكي اليوم مع احترامي للموظفين ما عندهم شغل، بس عم بيشتغلوا على الفريش والتحويل. لا عم بيتسهلوا قروض، لا في كريدت كارد، لا في قروض على البيوت، يعني ما عندهم شغل. لازم يحطوا هيدي من الأولويات. لأنه في قروض بعدها مستمرة بدهم يحموا المواطن. مش دورنا نحن وحدنا، وكمان المواطن لازم يحمي حاله. لكل شخص عنده أكيد بوليسة على كارت سيارة يتوجه لشركة التأمين أو للمصرف ويطلب تعديلها بأسرع وقت ممكن كرمال يحمي أكيد سيارته. أستاذ عبد الخوري رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، بتشكرك على وقتك أكيد وعلى المعلومات التأمين اللي قدمت لنا إياها اليوم بالبرنامج. بتشكر فريق العمل أكيد، بتشكر كل المشاهدين، وتشكر النائب أكيد إلي حنا. نعطيكم وعد بعد أسبوعين، إلى اللقاء.